سلام البنات، اليوم ان شاء الله غنقدموا لكم واحد الصابلي بريستيج اللي كيتقدم مع عند النافسه في الكلينيك ان شاء الله يا ربي. عندنا هنا المقادير ديال الصابلي، عندنا ربعه الزبده، عندنا نص كاس الزيت، كاس ونص السكر كلاصي، جوج بيضات، روح الكا ديال الناطا، جوج معلقات ديال الكونفيتور، واحد القريصه ديال الملحه، وعندنا هنا بين 700 و 800 غرام ديال الطحين على حسب الطحين واش كيشرب ولا لا. وعندنا هذا المول هو اللي غنقطعوا به. هنا مقادير ديال التزيين، عندنا لاباط شوكولا، عندنا الشيبي، وعندنا الغوز، وعندنا البيض، وعندنا هادو هما اللي مول اللي غنخدموا بهم في ديك لاباط شوكولا. ان شاء الله حتى هي غنحط لكم هاد لاباط شوكولا، غنحطها لكم ان شاء الله كيفاش صايبتها. دابا نبداو ان شاء الله بالصابلي. دابا نديرو الزبدة والسكر، وندورو كلشي يتخدم مزيان. قريصة ديال الملح ضروري باش كنهرسو الحلاوة، جوج معلقات ديال الكونفيتور، واحد شويه ديال راس معلقه ديال روح الناطه. هادي كنخدم كلشي حتى كيولي طوماطي. البنات من بعد ما خدمنا مزيان ديك الزبده مع المقادير ديال الصابلي حتى ولات بحال البوماده، غنزيدو الطحين غير شويه بشويه وما غندلكوش، غادي غير نبقاو نجمعو، غير كنجمعو غير بحال هكا حتى كيدخل داك المقدار اللي عندنا، كنعاودو عاوتاني نزيدو واحد شويه اخر غير بالاصابع. عند الصابلي الا دلكناها بلي كيطلق داك الجليتان ديالو وكتولي بإلاستيك، ملي كنضريها طيب كتجمع مكتبقاش في الحجم ديال المراشم اللي بغينا نديرو حنا. Thank you.
مهم البنات، انا هاد حيت عندي البيضات كبار، هاد القياس اللي عطيتكم هز ليا 800 غرام ديال الطحين نيشان. ها هي ها انت كتجي ما كتبقى لا تلصق لا في يد لا والو، هي رطبه ها كتلصق لا في يد لا والو. دابا غنديرها شويه في الثلاجه تبات تشد راسها، ما نخليهاش هكا قطعه كبيره باش ما تعطلش ليا تجمد. غنقسمها على جوج ميكات وغنديرها نورقها شويه، وانتم غتشوفوا معايا البنات. ها انتم هذوك الصابلي ديالنا ورقته شويه باش ملي كنديروه في الثلاجه الا بقى كلكومه واحده كبيره كياخذ الوقت باش يشد راسو، هكا ما كياخذش حتى ربع ساعه كيتلقى يشد راسو. ها هما درجه مبين جوج خبزات في بلاستيكات بحال الخبيزات، غنخشيهم في الثلاجه واحد البلاطو ونخشيهم في الثلاجه. باخدين العجينه ديالنا ورقناها بين جوج بلاستيكات، درا شويه رقيقه ما غليظه ما رقيقه، وقطعناها بهذا المول دائري كبير شويه. وغادي نستوى في الطاوه ديالنا وندخلوها طيب على درجه ديال الحراره 160، نخليوها تكرمل مزيان طيب مزيان، ونتلاقاو من بعد باش نشوفو كيفاش غنزينوها. البنات ديك صابلي اللي صايبنا قبيله داير، هادو هما باش غادي الديكورات اللي غنصايبو فوق منه. هادي المول ديال بيبي ها هو، وهادي لاباط شوكولا زايدين على شويه المول لون غوز باش تعطينا اللون بحال ديال البيبي لون غوز. غادي نعمرو بيها المول، كنحيدو ديك الزائد باش كتجينا مقادة بالموس. وكنديموليوه بسهولة ها البيبي ديالنا. دابا غادي نديرو له شوية ديال، بغينا نديرو البيبي زعر غنديرو له شوية ديال اللون زعر في الشعر، ملون غذائي الضوء داك لي نحاسي، كنديرو له غير في الراس ديالو بشويته. دابا البنات كناخدو ديك لاباط ديال الشوكولا بيضاء، كان عندنا هاد المطبع كنرشموها باش تعطينا واحد الزواقة. دابا غنقطعوهم دوائر بنفس الدائرة بنفس اللي خدمنا به قبيله الصابلي نفسه. باش يجيونا مشنفين كندوروهم بهذا بالجرار. دائره اللي قطعنا ديال لاباط شوكولا وكنحطها على ديك الصابلي اللي طيبنا قبيله، كنثبتوها مزيان ما كنحتاجو حتى لحاجه باش نقوليوها، هي كتلصق بوحدها معاها. دابا ناخذو لاباط شيبيه وغنربعوها بهذا الطابع هذا رقيق اللي فيه زواقه رقيقه، كنقطعو دائره وكنوليو نقطعوها على جوج. كناخذوا هذا النص كنكونوا داك البيبي ديالنا اللي صايبناه ها هو حطيناه وسط ديك الدائره اللي غطيناها بلاباط بيضاء، كنوليو كنغطيوه بالشيفي بحال البيبي مغطي بكويشه، كنوركوه هنا هكا باش يتغطى. كناخذوا واحد المثلث كنديروه بحال الطريبش
نكمل ان شاء الله نكمل هاد فيني هاد الحلوه اللي بقات في يدي، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي كيفاش كتقدم به. ناخذ السلوفان نقطعو مربع اللي يكفينا باش نلفو به هاد الحلوه. كنحطو الحلوه في القنت هنا، كندورو دوره، كنلفوها من تحت باش تجي مرتبه كامله. السينتا كنقادو السينتا شويه باش تعطينا واحد الصابلي ديالنا. دابا واجد